يقول السائل: أنا شاب أريد طلب العلم ولي رغبة في الزواج، فكيف أوفق بينهما؟ وهل اشتغالي بالعلم أولى لأن الزواج يثبطني؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كنت تستطيع الزواج وتخاف على نفسك فبادر بالزواج، أما إذا كنت لا تستطيع الزواج أو تستطيع الزواج ولكن لا تخاف على نفسك فلا مانع أنك تقدم طلب العلم، مع أني أرى أنه لا تعارض بين الزواج وطلب العلم، بل ربما يكون الزواج يعينك على طلب العلم، لأن الزواج فيه سكن، تسكن نفسك، تطمئن، فلا تعارض بين الزواج وبين طلب العلم. وأكثر الذين يطلبون العلم متزوجون ولا شغلهم ذلك عن طلب العلم، فاجمع بينهما أحسن. نعم.